عبد الله، وخذها من أنوار من الذكر الحكيم للعواضي، ومضمونها: تدبر واعلم أن كلا في شغل، لكن شغل يفضي إلى ربح وشغل يؤدي إلى خسر. والمفلحون من شغلهم ذكر الله عن غيره، والخاسرون من شغلهم الأموال والأولاد عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تدبر: من لم يتدبر القرآن فليعلم أن قلبه مقفل، وليبحث له عن مفتاح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر: يا من طال أسره بين يدي العسر لا تيأس، فإن جيشين من اليسر يتجهان إليك لتحريرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تدبر: ففي هذه الدنيا قد يفدي القريب قريبه بروحه، لكن يوم القيامة يصبح وهمه لا يغادره إلى غيره. فارحم نفسك اليوم قبل أن لا يرحمك أحد ممن تحب، ولا يسأل حميم حميما. تدبر وأحسن، واعلم أنه لن يضيع الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تدبر كتاب الله واسمع وعي لتنتفع، فما كل كلام يسمع ولا كل مسموع يتبع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تدبر وكن عبدا لله وحده بصدق يكفك الهم كله. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. تدبر أيها المظلوم الذي لم يستوف حقه من ظالمه، واستنشق سلو قوله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. تدبر واستشعر أنك مع القرآن حي وبدونه ميت، مبصر وبدونه أعمى، مهتد وبدونه ضال. من عاش بالقرآن عاش مكرما، ولمن تدبر آيه لا يجنح. ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار. حيثما دارت الآية درنا، يحسب الجاهلون أن قد جننا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وإذا ألم كساد كل تجارة، فهو التجارة ربحها مضمون. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وقد ربح التجارة من مع الله تجارته.